قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف، قال: وأما الرافضة الإمامية، يعني الروافض، فلهم قول رابع، وهو أن المهدي هو محمد ابن الحسن العسكري. هذا على القول بوجوده، ولذا شيخ الإسلام في منهاج السنة يقول: إن هذا الرجل غير موجود، شخصية وهمية اختلقتها وافترضتها الرافضة، وإلا فإنه لا يوجد شخص بهذا الاسم، نص على ذلك كما في منهاج السنة رحمه الله. قال: والحديث لابن القيم، قال: في وصف هذا المهدي الذي هو عند الرافضة، قال: هو المهدي المنتظر من ولد الحسين لا من ولد الحسن. هم يقولون هو من ولد الحسين ليس من ولد الحسن، ويخالفون بذلك ما جاء من آثار،